استاذ ايمان معلش يعني حضرتك تكرميني بانك انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي. الو الو اتفضلي. ازاي حضرتك يا سيدنا؟ فضل ونعمه الحمد لله. انا اول مره اكلم حضرتك. شرف يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. إيه هو انا ليا سؤال بس كده. اتفضلي. إيه هو انا بحلم احلام وحشه بعد الشر والله يخلي حضرتك. إيه وبيجي لي كوابيس، فكلمت شيخ راح قايل لي انت عندك مس وعندك واحد عشقك، وانا بخاف اعطي الواحد دي، بس انا الحمد لله رب العالمين بصلي وبصوم، طبعا وطلع باذن اسالك واحد احد الشهر الجاي ان شاء الله عمر باذن الله. فانا مش عارفه اقعد في شقتي خالص، انا متزوجه مش عارفه اقعد في شقتي خالص، وخايفه ومش عارفه انام. يعني خليني اسالك سؤال يا استاذ ايمان. خايفه انام، كل ما اجي انام احس ان في حاجه بتعمل في الشقه، خايفه اخش على اوضه النوم. طب انا مرعوبه من الشقه جدا. استاذ ايمان الشقه دي نعم. شقه في بيت عيله. استاذ ايمان ايوه مع حضرتك. الشقه دي في بيت عيله ولا لا؟ في بيت عيله. طيب بس كل واحد مستقل بحاله، يعني ما فيش حد في البيت غير انا واخت جوزي وجوزي. ايمان انت كنت متفقه، انت مبسوطه مع سلايفك؟ الحمد لله، يعني ما فيش ما بيني وما بينهم اي حاجه. ازيك الله يسلمك، وفي سلفه قريبه مني بحكي لها على كل حاجه. ما فيش. طب علاقتك بحماتك وحماكي؟ انا حماية متوفي وحماتي كويسه، قاعده في شقه بعيده عني مش موجوده معايا. طيب بس دي مش امنيه، ما كانش امنيتك ان انت تعيشي في شقه في بيت عيله صح؟ صح. طيب هجاوبك يا استاذه ايمان. استاذه ايمان بالله عليكي ما لكمش دعوه بطريق الجن والعفاريت، يعني انا مش عايز اقول لكم خلوا الجن في حالهم. احنا مش محتاجين ان احنا نروح لكل مشكله عندنا نروح فيها للجن. الشقه مش بالعربي كده مش لد عليكي، انت حاسه ان انت مش من ساعة ما اتجوزتي وكأنك مش عروسة، وعشان كده بيحصل لك ان انت بتحسي ان الشقة فيها حاجة بتضايقك، لان انت حاسة ان الشقة كاتمة على نفسك. انا نصيحتي لزوج حضرتك ياخد لك شقة لوحدك، وده من حقك، من حقك ان انت تسكني في سكن منفرد، لان واضح جدا جدا ان نفسيتك مع انك انت، وانت طبعا بتقولي ان علاقتك بسلايفك كويسة وعلاقتك بحماتك كويسة، لانك انت بتقولي انا بتعامل معهم بشكل كويس، لكن ده ما غزاش عندك احساسك بالخصوصية. انت عندك احساس بعدم الخصوصية. ايه اللي بيخليك تشوفي الحاجات دي؟ لان انت حاسة وانت في شقتك دي كأنك قاعدة في الشارع، قاعدة في الشارع، ده رايح وده جاي شايفك في الشقة بتاعتك. فأخونا بقى العبقري اللي ربنا يسامحه ويهديه ويتوب عن النصب اللي هو بيعمله ده، ما قداموش غير انه يقول لك ايه، انت عندك جن عاشق، انت عندك احتياج لعاشق اللي هو جوزك، ان انت تعيشوا عيشه الاحبه في سكن مستقل، وده جزء من حقك. فانا رايي ان انت لو تغير السكن، انت لو تغير السكن هتعيشي حياه افضل بكتير يا ست ايمان. ربنا يزود عليكي الفضل والنعمة والإحسان، ويزيدك كمان شعور بالأمان، وتحس كمان بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك بنظر الحنان.